بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأصفهاني رحمه الله تعالى كتاب الصلاة هذا متكن كتاب أحكام الصلاة صلاة أحكام تيدي أحكام تاس كتاب كوديو الشيخ رحمه الله تعالى حصول لما يستري كتاب الطهارة طهارة يا أحكام تيدي يا أقسام تيدي يا وحيالها النجاسة هي نجاسة سيدة اللي يسجزوليو أي الشيخ كسو هاد لي رحمه الله تعالى هل كان الشيخ حكب الله صلاة يا أحكام تأي إسكالة هاي صلاة وركن أركان إسلام ككمدة إلهينا جل جلاله وليه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة كانت حياتي على المؤمنين كتابا أي مكتوبة مثل فرد يالي كتاب كاسو موقوتا أهدنا لوقتي وشيء لفرد يالي أوقات حددنا لو سمي وحكى جرى حديث بخاري ومسلم يكورنا يان عبد الله بن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه ويري بني الإسلام على خمس إسلام لماذا وحلقوا لسي شنتير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان مرك بعد توحيد رقنك كحيك توحيد كمرك لقصة تقول وإسلام كل سنة هي والصلاة ولذلك مركز صلاة إن لبرتو أحكامتي دي شروطه دي أركانتي دي وحيالها برينية إن لبرتو ومهم قال الشيخ رحمه الله تعالى الصلاة صلاة دي صلاة داسو المفروضة الواجب يالي خمس شن صلاة دو صلاة ها واجب كقفك مسلم كأه شرع وقردقي وشن صلاة دو شنتا صلاادود صلاات كلا اي كبحسن اي واجبو مجرتو الا قفكو اسوغو انو كنتر ماهن صلاادهن شنتا صلاات كبحسن وهي قفكو واجب او نوقن كرتا انو ندر سميتو صلاهان وتركيو كلا انو كنتر صلاه الضحى او كلا انو كنتر تحيه المسجد انو كنتر ندر كاس هدو سن جيرين قفكو مسلم كا صلاادكو واجبيسا مجرتو الا شنتا صلاادود موي الظهر صلاة الظهر كيو شيخ وحو بلاباي سيدا كتبت دمان فقه مرك كهد ليان صلاةها وحي بلابان صلاة الظهر كا اي هذا الكو بلابان لانه صلاة الظهر كو حوي واول صلاة صلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفرد وصلاة وجوه الرئيسي جبريل مرك النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل نبي إمام أقول نقضي أو مكة أقول دجيه صلاة أقول رسول جبريل ونبي دجيه ويسال الله وسلم وبارك عليه مركز سداسة أنت بدن علماء فقهاء مركز هذا الكسلا ذهب باللابيان وحيكون باللابان صلاة الظهر كا وأول وقتها وقت صلاة الظهر صلاة الظهر كوقت جيدا وقت جاس باللويسو زوال الشمس قرحة الزول الديديو بمعنى كله حشر الديديو عن وسط السماء عرك برتميهيسة وإن قرحة وحي عرك الله حتى برتمها عرك عرك برتميهيسة مرك قرحة وحي عر أي كله حتى وحالة دي استويه أي كل وريكتو لنا عقرة دع وحي عر أي وسكتو قرحة مركز الظهر كي بالله ويسويها كهر الظهر لما تكنكر قبل زوال الشمس قرحة أنتي سن برتمها عركة وحير أي سن دنعة قرحة دعاء أي سن وقال لي حنن لم تكنكره كاسة وحيها وقت وظهر ولذلك علامات كالشرع والسمية صلاتها أوقات ديدا وعلامات ظاهرة يعرفها البدوي والحضري على مستوى واحد وعلامات قفك باديها كنار يقفك وحاقرية يمتك أن وحاقرين وحنقرين كل أي وده فهم كرا أيها الوسمي لقمة حيرين حسابات
ay khaas ku yihiin dadka mutacallimiinta ah ee waxbartay, maadaama salaadu ay tahay farad guud oo dadkoo dhan laga doonayo, midka baadiyaha jooga, kan magaalada jooga, kan wax akhriyi kara, midka aan wax akhriyi karin, maadaama kulli waajib guud ay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo sharciguba wuxuu u sameeyey calaamaad waadixa oo qofka baadiyaha jooga weligii aan waxna qorin waxna akhrinin iyo midka magaalada jooga wax akhrinaya waxna qoraya isku si ay u fahmi karaan waadixa. Kan baadiyaha joogaahi dowrka markuu joogo dowrkii ma la gaaray mise lama gaarin, cirkuu fiirsanahaya. Zawaalkii haddii la gaaro oo bartamaha cirka qoraxdu ay ka sikato, wuxuu leeyahay dowrkii waa la gaaray. Lidaalika waad aragteen oo baadiyaha marka lagu nool yahay, dadka reer baadiyuhu qorayay ku cabirtaan salaada, qoragaasay taaganayaan, yani hooskaasay fiirinayaan. Waana sida sharcigu u sameeyey. Ilaahay kuma kallifin dadka waxyaalo daqiiq ah, waxyaalo daqiiq ah oo dad khaas ah ay fahmi karaan, calaamaadka laguma khasin. Zawaalkaasi marka waa iskhilaafaa oo marba dhinac, marna waa soo ziyaadi, marna waa soo gaaban, yani xasba saacaad, saacadaha lagu yani marba dhinac ayuu ka yimaadaa. Mar waxaa laga yaabaa lix saac markii saacaddu ay tahay iyadoon la gaarinba in zawaalkii uu galo, zawaalkii inuu galo oo duhurkii uu galo ayaa dhici karta. Mararka qaarna waxaa dhici karta lix saac iyo rubi kabacdi inuu gelayo duhurka. Mar walbaba adiga calaamada asalka ah waa zawaalkaas, ama saacaddu iyadu asal ma ah, saacaddu iyadu asal ma aha. Dano hadda tusaale ahaan bishan Janaayo markii la joogo oo sanadka bilowgiisa oo kale, lix saac iyo ziyaadu zawaalku dhalana oo duhurka u dhala oo lix saac iyo toban ilaa lix saac iyo rubi, markaasu zawaalku ima. Marka duhurka uu aada u daaho, ka hor duhur ma jiro, lix saac duhur ma jiro, lix saac wax dhiman duhur ma jiro, lix saac iyo toban xataa ma jiro duhurka. Markii sanadka bilowgiisa markii la gaaro uu qaadu isbedelayaa. Haddana markii la gaaro sanadka aakhirkiisa markii la gaaro, tusaale ahaan bisha November oo kale markii la gaaro oo sanadkii uu sii dhammaan rabo, zawaalka waqtigii uu iman jiray wuxuu imanaa waqtigii ka hor lix saacoo rubi dhiman, shan iyo toban daqiiqo dhiman, uu duhurkiiba gelaa markaas. Marka saacaddani ma aha wax lagu cabiran karo, waxa wax lagu cabiranayo waa hooskaas iyo qoraxdaas. Ama saacaddu marba dhinacay tegi, marba dhinacay tegi, isaga asala laakiin qoraxdaas asala iyo hooska. Ama saacaddeedu waa iskhilaafiyo, hooska waxaa laga yaabaa zawaalkii duhurkii in la gaaro lix saacba uusan duhur jirin, lix saac iyo toban inuusan jirin duhurka ayaa dhici karta. Sida bisha Janaayo oo kale sanadka bilowgiisa, sanadka gabagabadiisana intuu soo goro waxaa dhici karta lix saaco wax dhiman iyo lix saaco rubi dhiman in zawaalkiiba uu yimaado. Marka waxa asalka ah mar walbaba waa qoraxdaas la cabiranayo mar walbaba. Wa aakhiruhu aakhiru waqti dhuhr, waqtiga dhuhrka ah aakhirkiisi. Idaa waqtigii way saara dillu kulli shay'in, shay kasta hooskiisu mithlahu mithla shay, shayga mathalkiisa waa ahaad. Bacda dhilli zawaali, zuulitaanka hooskiisi ka bacdi, shay walba markuu mathalkiisi la ekaado hooskiisu, markaas dhuhurkii waa tegi. Wuxuu ka hadlay sheekha aakhiru dhuhr, marka la leeyahay dhuhurkii wuu dhammaaday oo dhuhur ma jiro, waa shay kasta iyo hooskiisu markay isla ekaadaan markii laga jaro dilizawaalkii. Dilizawaalka markii laga jaro, dilizawaalka ulajeedada laga leeyahay waxa weeye adhillu lmawjuud cinda mayli shamsi ilaa jihati lgharbi, qoraxdu markii cirka bartamihiisa ay ka sikanaysay oo dhinaca qorax dhaca ay wax yar u sikanaysay hooskii yaraay oo joogay, intaas yar waad ka jar. Intaas yar markii laga jaro shay walba hooskiisu markuu la ekaado duhur waa tig. Hooskii yaraayuu joogay qoraxdu markii sikanaysay, intaas markaa ka jirtid, kabacdi shay walba hooskiisu markuu la ekaado duhur markaas waa tig. Walcasru casirkiiu wa awalu waqtihaa, salaadan casirka ah waqtigeeda, waqtigaaskan ugu horeeya, alziyaadatu ziyaadow calaa dhilli lmithli, shayga mathalkiisa hooskiisii uu ka ziyaado.
والعصر عصركه وأول وقتها وقت العصر صلاة عصرك وقت كذا وقتها كان وهره الزيادة زيادة وهي على دليل المثل شيء كاستمثل كيس هوس كيس وكزيادة عصرك إن لجاري حلقو قرن كرا شيء كاستمثل أمريكا قري أوكله بنانك قري أدستاجسد قرقي يهوسكو إن هوسكو حوغا وديراد وحير وحير إنه هوسكو ديراد يقرقي شيء والبا هوسكيس مرك وحير وهوسكو ديراد مركاسا عصر لدكان كرا وعصرك بلوغيسي مركاسا وآخره آخر العصر عصرك آخر كيسنا في الاختيار في المختار سيدا لدورتي وقتك وقت الاختيار اللي راهي لدورتي آخرك وحاو قدن به عصرك إلى ذل المثلين لبشي هوسكو دا إلى لغاقارو لبشي هوسكو دا مثل كو دا إلى لغاقارو ووقت الاختيار كمركز وقت الاختيار كي أيار لماضي يعني اختيار كان أولي جيدة الشيخ وكلي هاي وحاوي صلاة دا عصرك وحيسكلا دا هاي وقت اللي راهو وقت الاختيار وقت اختيارك وحلو لجدا ووقت أي في عنتهي عدم تأخير الصلاة عنه ووقت للدورتي أي وراكسنتهي حلقة سكبعد با إنا صلاة للدكان أي في عن حلقة سوحي كدن بي عسر إنا للدكان أبا في عن وقت ياسو وقت يمرك وقت الاختيارك وكويق وآخره آخر العصر عصرك آخر كيسي في الاختيار في المختار سيدا للدورتي وإنا حلقاسك بعدي أن عصر التكنا في عنه إلى ذل المثلين لبدي اسكمتك آها هوسكو دي إلى لغا قارو إنا كبعدي عصر التكن أيا للدورتي وفي عنه لبدي اسكمتك آها هوسكو دي محلو رجيلا يعني شيقي قرق آها مركا سيدا وإستاجسي قرقي هوسكي لبلاب كيسي ونغل هوسكي أدو ليراد لبلاب كيسي ونغل والكل بجبار من قرق هوسكي حلقاس كدن بينا لتوكن ايا في يعني اجر كيسي قباوسي ومركز حلقاس وحي كدن بي اجر كيسي ادو سن نسقا عصر حلقاس انا لقد دبا مرن ايا في عن حلقا اوفي عنا وحلقي هورو شيخ وكت المامي اول وقتها الزيادة على ذل المثل ووقت الفضيلة وقت اللي راو وقت او اجر كبدن يهي وكو مركو عصركو ونشو شي والبهوس كيسي وحير او هوسكو كزيادة وفي الجواز سيدا بنان سيدا اسكا بنان قفكي اون دهايا وان اسكا بنان تي دوكو دهايا الى غروب الشمس الى قرحة دعتان كيدا لغاقار الى قبل كو اكار دعوا اسكا بنان تاي الى توكادو لكن وقت الفضيلة دا وقت او اجر كبادن كو مركو عصر كو دشو وقت الاختيارنا شاي والبهوسكي سمركو كل بجبارمو كبعد انا لتوكنا في عانو حل لغاس ان لغار سيمب يا في عال سيدا اسكب بنانو الشرع وقولي هنا إلى قرحضو اي كرد عادو اي بنانتا هاي عصر كي إلا توكدو والمغرب صلاة مغرب كيو والمغرب مغرب كيو ووقتها وقت صلاة المغرب صلاة مغرب كوقت كيدو واحد هل وقتو هل وقت إلا هاي وهو وقت كاسين غروب الشمس قرحة دعتان كيديو مغربكو وقت جيسو وقرحة مركي دعادو مركا كهر صلاة مغرب ايضو قرحة سوجيدو لما توكن كرو من اللقارن وقت جيسي قرحة مركي دعادو ايا مغربكو وصوكرا وبمقدار ما وهو مغربكو بمقدار ما شيء قدر كيسيو اهادو شيء قاسو يؤدن المؤدن مؤدنكو وكأدمي كرو ويتوضا وشخص يكون اوكوي سقاته ويستر شخص والعوره عورته اوكا استرته ويقيم الصلاه صلاهنا اوكا اوغو وصلاه اوكا اقيمه ويصلي شخص اوتكدو خمس ركعات شن ركعه اوتكدو انتاس هدي لا سميهو قرخدو ماركي دعدو كبعدي مغربكي واتغي وعلى القول الجديد في المذهب الشافعي وقولك الجديد كا ومسألة وحق وقت المغرب كغور متغا لبا قول كليه امام الشافعي قول كجديد كا وسيدن هذا كتاب نو قري وهو مغرب كوقت يس اسكليه وحول بمقدار ما شيء قدر كيسو اهاد
شيء قاسو يؤدنو المؤدنو مؤدنكو انتو كأدمو مؤدنكو انتو كأدمو ويتوضأ الشخص قنا أكوي سقاته ويستر العورة عورضنا أكأستره ويقيم صلاة صلاتنا أكأقمه ويصلي خمس ركعات شن ركعنا أكتكده انت هاسدي الله السمايو قل رحض مركا دعوك بعدي مغرب كيوات هي وليها قولك جديد كا انت الله السمايو محيتاي قل رحض مركا دعالي ولا أدمي صلاة المغرب كلا أدمي قفك وسقات عوردي سيو أسترتي إلا عوردي لا أسترتاي وشرد الشرودة صلاة كم صلاة دي الله أقمي ولا تكلي صلاة دي مركا الله أقمي شن ركعو تكلي قفك شن ركعو محيك ليهن سد حليل رقعه مغرب كواجب كاهي إيه لابدر رقعه ده لابدر رقعه أو راتبه ده أو مغرب كقدم بيس انت هسدي الله السماية مركي قرح دول عليك بعدي ولا أدمي وعوردي الله أستري ولا أقمي شن رقعنا لتوكلي مغرب كواتي وعلى القول الجديد في المذهب الشافعي وقولك جديد كا لابد قول كليه المسألة قول كاس جديد كان وهو ضعيف في المذهب الشافعي ضعيف كويه المذهب الشافعي هذا مسألة قول كجديد كا وحاجر قول كلو قديمه وهو الراجح سجل الراجح قول كقديم كا وحوي والمذهب القديم امتداد وقت المغرب وقت المغرب كونه الصعناي حتى يغيب الشفق الأحمر إلى افتينك جدودا وكباب ماشي قرحة المركب بعد افتينك جدودا وعركة أي كره يبني سقر أحد افتينك سجدودا إلى أكباب مغرب كواجرة وهذا هو الراجح استاذ النصحة سيد الراجحة وقولك قديمك ورجحه هو أئمة المذهب أئمة المذهب كشافعي إذا نقولك سير رجحين ولرجحان أدلته هاي الدليل كيس الراجح دليل كيس الراجحة كحديث مسلم السابق سيد حديث مسلم نوسو هرمري الذي كان في المدينة وهو مرجح وحال يرجحي على حديث جبريل حديث جبريل الذي كان في مكة مركو نبيه مكة وكدو جيي جبريل ونبيه كدو جيي صلى الله عليه وسلم مكة لأن العبرة بما ثبت أخيرا وحال فيرنا يو حديث دنبيي أي مر الباب القادم وقت دنبيي انتو مدينة جوغي نبيه صلى الله عليه وسلم وأوقات النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه دتك بري وحكم بري إلى افتينك جدودا وكان عيو إنه مغرب كيتيرو وفيه وحكسونا حديثك ثم أخر المغرب مغرب كيودب أدقي رسولك صلى الله عليه وسلم حتى كان عند سقوط الشفق إلى افتينك جدودنا وكان عيو إلى انتهاس ومغرب كيودب أدقي وثبت وحسبنا عليه أنه رسولك صلى الله عليه وسلم قال إنه يري وقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق وقت صلاة المغرب وحوي افتين كاس جدودا انتو صندعين انتو صندعين أي وقت جوا افتين كاس جدودا هدور دعو مغرب كي نواتي مركز سيدة راجحة وقول كاس قديم كا إن مغرب كو وقت جيسو وكتاق ميو إلى افتين كاس جدودا وكردعو افتين كاس جدودا هدور دعانا مغرب كي واتي مركز قرح داس دعتان كده أمبا صلاة المغرب كلا قفير أما ساعدها قرحدو أي دعيسو هاد ديرادو أما ساعدو هاد قابناتو وحيدون تانوغتو حالا فيرنا قرحدا سونها قود عادو بس تاسل قفير ودما وحاجرة أدى ساعده إذا أنا هاد ودن كينا أنجوغنو وإسكم معتدل وهبين مالينتو هاد ساس أما كلبتنا دي كلبتانا وحال ساعي الله وساعي وحالا مدو دي كلا ديرادا لكن waddan waxa jira sida wadamada Scandinavianka la isku yiraahdo kale sida Sweden oo kale waxa jira maalintii inay dheertaa oo habeenkii oo dhan Scandinavianka wadamada la isku yiraahdo dhan uu noqonaayo 4 saac 5 saac habeenkii oo dhan wuxuu noqonaa 4 saac 5 saac waxa laga yaabaa 20 saacadood inuu noqdo maalintii 18 19 ilaa 20 saacadood intaas inay maalintii noqoto wadamadaas marka culayska dadka ku nool wuxuu ku iimaanaa xilliga soonka laana 20 saac ay soomaanana la qorraxdaas xilliga ay dhacayso adiga shaqo kuma leeyahay ilaa ay ka dhacdo soonki waa wadi magribkiina waa suuga ilaa qorraxdu ay ka dhacdo magribna ma tukan karto ama qorraxdu 12 saac wadanka aad joogtaan kuugu dhacdo
ama labaatan saac markaad joogto kabacdi qoraxda ha kuu dhacdo, mar walba waxa la fiirinayo waa qoraxdaas dhicitaankeeda, ha kuu dheeraato ha kuu gaabnaato. Haddii laakiin waddanku qoraxduba aysan dhicin, adduunka meelo noocaasaa jira, qoraxduba haddaysan dhicin iska taaganta 24 saac ay soo taagan tahay waddankaas, markaa maadaama miisaankii waddamada kale iyo habeenkii wixii dhammaan laga waayey, sharci ahaan wuxuu qaadanaa waddanka ugu dhow oo qoraxduna ay soo baxdo, marna qoraxdu ay dhacdo waddanka ugu dhow saacadihiisa ayuu ka cabir qaadanaa soonka iyo salaada. Laakiin haddiiba cadceeduba qoraxduba haddii kuu soo dhalato ama saacaduhu ha kuu dheeraadan ama ha kuu gaabnaadan, waddankaasaa tixraaya aad joogtid xagga salaadaha iyo xagga soonkaba, ama ha kuu dheeraato ama kuu gaabnaato. Walcishaau cishihiu, wa awalu waqtihaa, salaada cishaha waqtigeeda kan ugu horreeya, idaa waqtigii way qaaba shafaqu, iftiinku markuu dhaco, iftiinkaasoo alaxmaru ee guduudan, nuurka guduudan oo qoraxdu markay dhacdo kabacdi jihada ay ku dhacday ka iftiimaya, iftiinkaas guduudan markuu baaba'o oo uu dhaco, markaasaa cishaha la tukan karo. Kulligood waxa weeye waa calaamaad daahira, yacrifuha albadawi walxadari, waa calaamaad waadixo qof walba ama waxa akhriyo ama yuusan waxa akhriyin uu garan karo. Wa aakhiruhu aakhiru lcishaa, cishaha aakhirkiisa, fil ikhtiyaari fi lmukhtaari, sida la doortay oo waqtigaas kabacdi in la dukadaba aan fiicnayn, ilaa thuluthi leyli, habeenka saddex meelood ilaa laga gaaro. Habeenka saddex meelood markii loo qaybiyo hal meel markay soo tagtay, maala saddex meelood min afar saaca haddii habeenka loo qaybiyo, saddex meelood min afar saac haddii loo qaybiyo waa afarta saacoo hore taqriiban ku dhowaad, markii la gaaro afar saac kabacdi inaan cisho la dukan ayaa fiican, oo ajirkiisa kaasi nusqaamayo. Wixii thuluthayn ka dambe inaan la tukana fiican, oo ajirkii ayaa sii yaraanaya. Wa fi ljawaasi, sida iska bannaan, bannaanida haddaan qabanno sida iska bannaan, ilaa duluuci lfajri, ilaa fajarka dhalashadiisa laga gaaro, fajarkaasoo athaani ee labaad, sida lakin iska bannaan waxa weeye ilaa fajarka labaad ee salaada subax lagu dukanayo ilaa uu ka dhasho cishaha waqtigiisa uu joogaa. Wasubxu subxi, wa awalu waqtihaa, waqti subxi, salaada subaxa waqtigeeda kan ugu horreeya, duluucu lfajri, fajarka dhalashadiisu, fajarkaasoo athaani ee labaad, laba fajaraa jirta, alfajru alawal iyo fajru athaani. Fajru alawalna waa la yidhaha, waxaa kaloo la yidhaha alfajru alkaadib, fajirkii beenaanahana waa la yidhaha, lannu beenaanu wuxuu u yahay yacnii iftiin imanaya, iftiinkaas marka waa iftiin dheer oo ilaa cirka iyo dhulka sidaa u dheer way oon faafaynin. Iftiinkaas marka dheer qofkii arka uu ku sirmi karaa, wuxuu isdhihi karaa salaadii ayaa dhalatay, salaadii subxiga ayaa la gaaray, waxaana la yidhaha iftiinkaas alfajru alkaadib, fajarka beenta sheegana. Yacni qofkii u maleeyo inuu salaadii subax yahay ayaa been sheegaya kaasoo kale. Amaa fajarka thaaniga ah ee labaad, alfajru saadiqna waa la yidhaha, fajarkii runta sheegayay, huwa almuntashiru wadaw'uhu, waa midka iftiinkiisu uu isballaariyo oo daqiiqadba daqiiqadda ka soo dambaysa iftiinku uu ka soo kordhayo, kaas weeye midda salaada subxigu ay ku dhalanayso. Wa aakhiruhu aakhiru subxi, subaxa aakhirkiisu, fi likhtiyaari fi lmukhtaari, sida la doortay, ila lisfaari, ilaa nuuraabidda laga gaaro, ilaa dhulka dhan uu ka iftiimo nuurku, yacnii qof walba oo meesha maraya wejigiisii iyo jirkiisii oo dhan loo jeedo oo dhulkii oo dhan uu iftiimay, inaan xilligaas kabacdi aan la tukanin salaada subaxa ayaa wanaagsan, leanno ajirkeedii aada u nusqaamay waqtigaa kabacdi, waqtulisfaar, waqtulisfaar kabacdi waa markii si fiican dhulka dhan uu wada nuuro, kabacdi wixii ka dambeeya ajirka salaada subax uu soo yaraan. Wa fi ljawaasi, bannaanidana sida iska bannaan, ilaa duluuci shamsi, ilaa qoraxda dhalashadeeda laga gaaro, sida laakiin iska bannaan oo sharcigu uu kuu bannaynayo salaada subaxa waqtigeedu wuu joogaa ilaa qoraxdu ay ka soo dhalanayso, ama qoraxdu hadday soo dhalato salaadii subax way tagtay. Marka faslun, hadaa kani faasilun, mid wax kala saaro, fii shuruudi wujuubi salaad, wuxuu u fasal yahay shuruudaha salaadu ay ku waajibto.
qofka marka la leeyahay qofkan muslimka ah salaadii way ku waajibtay maxaa shuruudaha laga fiirin karaa wa sharaa'idu wujubi salaati salaada waajibnimadeeda waajibnimada shuruudaheedu thalaathatu ashyaa'a saddex shay qofka marka la dhihi karo salaadii waajibi ku tahay saddex shardi waa inuu oofsado alislaamu islaamnimo islaamnimo la yidhi maxaa baxay qofku hadduu gaal yahay salaadii ma dhahayna waajibi kugu tahay hadda duko lannuu mukhaadab waa yahay oo gaaladii furuucu shariica waa laga rabaa shareecada furuucdeeda laakiin maxaa ka horeeya towxiidka waa inuu marka hore towxiidka la yimaado markaa kabacdi aanu dhihi karnaa salaadii duko walbuluugu qaangaarna waa shard waxaa kaloo shardiya caruurku inuu qaangaaro amaa qofkii aan qaangaarin oo sakiir ah salaadii waajib kuma aha laakiin waa sunno haddii xaddu tamyiis uu gaaro toddoba sano oo kale markuu gaaro caqligiisu uu fiican yahay in salaadii lagu sii tarbiyeeyo way fiican tahay sida nabiganuna amray sala allahu wasalam wabaaraka caleyh walcaqlu caqligiina waa shard caqli la yidhi maxaa baxay qof iska waalan salaadu waajib kuma ah qof weyn ba ha noqdo labaatan soddon afartan jir ah laakiin hadduu waalan yahay oo caqliba uusan lahayn salaadu waajib kuma ah waxaa marka aan farqi kale lahayn sawaa-un kaana aljunuunu daari'an am asliyan waalidu ha noqoto waalli hadda ku timid oo cusub ama waalli weligiisba uu ku dhashay uu qabi jiray ha noqoto waa isla mid inta uu waalan yahay oo caqligu maqan yahay salaad laguma laha waalli cusub ha noqoto matala qofkii asagoo iska fiicnaa oo caqligiisu nadiif ahaa ayaa waalli cusubay ku timid oo caqligii ka timid intaas uu waalan yahay wax waajib ku ah oo salaada ma jira hadda sheekha saddexdaa shardi unbuu sheegay laakiin kutubta kale fiqhigaah waaweyn waxay ku daraan saddex shardi oo kale waxaa shardiya annaqaa can ilxayd waa in haweenaydu ay daahir ka tahay dhiigga xaydka iyo nifaaska ama haddii haweenaydii xaa'ida ay tahay ama dhiigga nifaaska ay qabto salaadu waajib kuma ah salaadu waajib kuma aha waxaa kaloo shardiya salaamatu alxawaas salaamatu alxawaasi qofka dareemaheeda waa inay caafimaad qaban ama qofkii tusaale ahaan hadduu dhashay isagoo dhagoolo ah oo haddana indhoolo ah oo labadiiba ay ka maqan yihiin indhala ma lahan dhigana ma lahan salaadu kuma waajibayso laannu qaab salaadii loogu sheego maba jirto dariiq wax looga dhaadhacsiiyo oo salaada waajib kugu ah dariiq loo soo maro ma laha haddaad gacanta aada uga sheegi lahayd oo gacanta kala hadli lahayd oo luqadda gacanta aada isticmaali lahayd ma jirto kuma arkayo haddaad la hadli lahayd dhiga ma jiro dhigihi ma jiro qofka hadduu dhasho isagoo indhoolaa dhagoolana ah waxba kuma waajibayaan salaada kuma waajibayso waxaa kaloo shardiya buluuqu dacwa dacwada islaamku inay soo gaartana waa shard amaa qof meel cidlo ah oo wax diin sheegaba oo diin gaarsiiyaba uusan weligiina maqlin weligiina arkin meel cidlahu isaga barbaari diin islaam iyo salaad waa waajib iyo wax u sheega weligii mana maqlin mana arkin qofkaa isagana salaadu waajib kuma aha maadaama dacwadu aysan soo gaarin marka lixdaa shardi ayaa loo shardin qofka marka salaadu ay ku waajibayso waa saddexda uu sheekhu inoo sheegay iyo saddexda kale culimmadu ay ku dareen wa huwa almadkuur midkaa lasoo sheegay madkuurkaa marka waxaa loo celin min albuluuqi waalcaqli qaangaarka iyo caqliga xaddu takliifi bisharci xaddu takliifi kallifidda iyo mas-uuliyad qaadidda xadkoodii way bisharcina qofka lagu kallifay qofka marka la leeyahay sharcigii mas-uuliyadu ku saaray waa markuu caqlina leeyahay qaangaarna uu yahay haddii labadaa shardi qofku laga waayo mas-uuliyad sharci maba saarabo matalan caqli maba lahooba iska waalan yahay qof hadduu waalan yahay mas-uuliyad sharci ma laha lannahu sharcigu qofka wuxuu kala hadlaa caqliga qof wax fahmi karaa sharcigu uu mas-uuliyad saara hadduusan qofku baaliq ahayn oo saqiir uu yahana sharcigu mas-uuliyad
ما أوسن صارن واجبة حكم واجبة يعني. وهو المذكور كلا سو شيغي او من البلوغ والعقل قان غار عقلي حد التكليف ككلفيد بالشرع الشرعي قفكا لو كلفي حد كيدي قفكا مرك ليه شرعي ولا هادلي وحنا كحرمي وحنا وبنيي وحنا كواجب يالي وينو قان غارنا ويهي عقلنا وليه. والصلوات صلاته صلاتها سو المسنونات الا سنيه خمس شن صلاتود شيخ وحنوس شيغي صلاتها واجب كشرعي ان شن صلاتود يسين وحنوس شيغي شيخ رحمه الله تعالى صلاته وحا جرى سنوين صلاتها مرك سنوين كشيخ وحو يري وا شن هذا سنوين كشن وي كبدن يهين محو شيخ شن ويري هذا شن تو انو شيغي شيخ فيري وحو يري شيخ العيدان لبد عيدود وعيد الاضحى عيد الفطر والكسوفان لبد المدوبات وقرح المدوب كده يضيح مركو مدوبات يول استسقاء ربضنت صلاة ربضنت شنتاس ونوش شنتاس اي نوش لبد عيدود يا لبد قرح مدوباتك لبد مدوباتك قرح يضيح مركو مدوبات يا ربضنت شنتاس وشيغي. لكن سنو يمكن تاوي كبدن يهن محو شيخو شن او قابسده وحو شيخو شن او قابسده وحوه وحو لجيدا الصلوات والمسنونات التي تسن فيها الجماعة صلاة السنة هي جماعة عدل والسنة ولجيدا. أما كو وكلا صلاة الرواتب تاه قارنا صلاة واجب كاللغة هر مريو قارنا لغة دبا مريو كواس دي اللغم السنة إلا سكو جماعة است أساقو حكاهد لأيو هادل كان ولجيدو وصلاتها سنوين كأه وشرعه وسنيه إن جماعة لغته كذو شنتها صلاة ولا بدي عيدان يكو سوفانك يعني قرح ده مدوات كذو يضيح مدوات كيسا إيا استسقه وحكما غنؤون وعلمه ده أي كسو داران صلاة التراويح صلاة التراويح أيضنا وصلاة سنة وجماعة أيضنا إن لغته كذو شرعه وسنيه. والسنن السنوينك سنوينك سوء التابعة للفرائد صلاة واجباتك الراعة 17 طبن يتضبو ورقعة من رقعة الرقعة شيخ حنوس الشيخي صلاة جماعة لغو السنوين الشنيهين مركي تراويح لغو الدرانة والليح سنوين هدنو حنوس الشيخي صلاة واجبك أهل الرعسي قارنا إكوه الرئيان قارنا إكوه كدن بيان طبعاً يتدبوي ورقعة من رقعة رقعة طبعاً يتدبوي داس الرقعة وسنوين كأه وسنوين نبي تكنجري صلى الله وسلم وبارك عليه قف مسلم كان ومتساهل بدينه أنا هاي قف دينتي سفوضة السنة يا ومصل حديس إلى قف كده دينتي سفوضة يست مصل حديس يفوضة يست نفتي سيفوضة يست نرشي سيفوضة يست دي دينتي سفوضة السنة قفك مركز متساهل بالدين هدوسنا هين وينو الصلاة ها سنوينك وحوق سارة وكد داله لأنه كوفا إذوينك لقيه لي وحاكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به نبي يعني وقد يري للراعي وانا فائدوين نبي وحدات راعي صلى الله عليه وسلم فائدوين فائدة ذكر لقيه لي وحوي محبة الله سنوينك النبي صلى الله عليه وسلم قفك دو كد دهالو إلهة جعلانا سيد حديثك حديث قدس وكسو أروري لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وحو حديث قدس إلهي وكويري أضانك وكمزولو إنو سنوينك يقسو دوانا حتى أحبه إلى أنك جعلانا مركا نوافشة هي سنوينك النتيجة أتكه ليسو محبة الله إلهك وجه الله سبحانه وتعالى مدك لها دنا فإذاك الرواتب تاني سنوين كان إليه محوي وجبر للخلل الواقع في الفرائض لعل آخره هدي قفكو صلاته فرد كان نسخان لقه نسخان هدي لقه وحال ليه انظروا هل له من نافلة سيد حديث كان نسائي كسو أروري فيري وح سنوين والله كبر ملي مروح حد يعكر تمرض ونجاسك أهي إنا دسكتو كتو مروح حد يعكر تصلاة ديو كاتشبان سيسون أي كاتشبان تاي إنا دسكتو كتو
waxyaalaha khalalka ah ee ka dhacay ee nusqaanta ah aakhiro haddii salaadihii waajibka ee qaybo ka mid a ay kaa nusqaamaan, waxaa la leeyahay addoonkayga fiiriya ayuu ilaahay leeyahay, wax sunnooyina hadduu lahaan jiray si loogu buuxiyo khalalka. Marka faa'iidooyinka aaday u badan yihiin sunnooyinka oo rawaatibta ah oo lagu dadaalo. Ragcat alfajri, fajarka labadeedii ragco, waa salaada subaxa labada ragco laga hormarinayo. Labada ragco nabigeena sallallahu wasallam mubaaraka caleyh aada u daa'imi jiray. Xadiiskii bukhaari iyo muslim, caaisha waxay ka wariyeen inay umra caaisha tiri lam yakun nabiyu sallallahu alayhi wasallam calaa shay'in min annawaafili ashadda minhu tacaahudan calaa ragcatay alfajri. Lam yakun nabiyu, nabigu ma ahayn sallallahu alayhi wasallam calaa shay'in shaygaasoo min annawaafili sunnooyinka ka mid a ashadda minhu mid uga darnaasho badan tacaahudan ilaalinta calaa ragcatay alfajri si uu ilaalinayo. Labada ragco salaada subaxa ka horeysa sida ugu dadaali jiray sunno uu ugu dadaalo ma arkin ilaa umra caaisha. Wa arbacun afar ragcow, afartaas ragcoo qabla duhri, duhurka ka horeeya. Duhurkana nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka hormariyi jiray afar ragco. Wa ragcataani laba ragcow, labada ragco bacdahu bacda duhri, duhurka ka bacdi ah. Laakiin kutubtii hore waxaanu kusoo qaadan jirnay wa arbacun bacda duhri, lannahu duhurkana afar ragcaa ka horeeya laba mu'akadaa iyo laba kayru mu'akadaa. Duhurkana waxaa kaloo ka dambeeya afar ragco, laba waa mu'akadu labana waa kayru mu'akadu. Afarta ragco oo duhurka laga daba marinayana waxaa kusoo arooray xadiis Tirmidhi uu wariyey oo nabiga sallallahu calayhi wasalama uu yiri man xaafada calaa arbacin qabla duhri, afar ragco oo duhurka ka horeeya qofkii ilaaliya oo xifdiya. Wa arbacin bacdahaa, afar ragco duhurka ka dambeeyana xifdiya oo ilaaliya. Xaramahu llaahu cala annaar, ilaahay naartuu ka xarimaa. Waa xadiiskii Tirmidhi oo markaas sunankiisa uu ku warinayay. Marka meesha sheekhu wa ragcataani bacdahu uu ka yiri kutubta kale ee waaweyn iyo kutubtii aan soo mari jirnay dhammaan arbacun qabla duhri wa arbacun bacdahu bacda duhri, waa afar ragcana way ka horeeyaan afarna way ka dambeeyaan, laba mu'akadaa iyo laba kayru mu'akadaa. Wa arbacun afar ragcow, afartaas ragcoo qabla alcasri, salaada casri horteeda ah. Nabigeenu waa u duceeyey sallallahu wasallam mubaaraka caleyh qofkii joogteeya oo tukada afartaa ragcoo casrka laga hormarinayo. Xadiiskii Tirmidhi wuxuu ahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi raxima allahu imra'an sallaa qabla alcasri arbacan, allah u naxariisto qofkii casrka ka hor afar ragca tukada, allah u naxariisto yiri nabigu sallallahu wasallam mubaaraka caleyh. Wa ragcataani laba ragcow, labada ragcoo bacda almaqribi, maqribka ka bacdi ah. Maqribta ka bacdina nabiga sallallahu wasallam mubaaraka caleyh wuxuu tukan jiray laba ragco. Markii salaada maqribka aad tukatid ka bacdi labada ragcaa tukan. Wa thalaathun saddex ragcana bacda alcishaa'i, cishaha ka bacdi ayay ahaadeen. Yuutiru biwaaxidatin, mid ayuu watar uga dhigaa taasoo minhunna min athalaathi, saddexdii ragco hal ragco oo ka mid a ayuu watar uga dhigaa oo watar uu ka dhigay. Sunnooyinka uu nabigeena sallallahu alayhi wasallam nooga tegay waxaa ka mid a saddex ragco oo ka dambeeya cishaha. Laba ragco waxa weeye waa raatibadii cishaha, cishaha raatibadeedii wey. Halka ragcana waxa weeye waa aqallul witri, salaadaha watarkee la tukanayo kan ugu yar waa halkaas ragco. Bacda alcishuuna dukan, qofkii aan markaa ku kalsoonayn inuu soo toosayo aakhiruleyl, habeenka aakhirkiisa xilliga dambe. Laakiin qofkii ku kalsoon inuu soo toosayo siddeed saac iyo sagaal saac habeenimo inuu soo kacayo, waxaa fadli badan in watarka dib loo dhigo. Watarkana hadda waxaa laga soo qabtay halka ragcotii ugu yarayd, laakiin sida ugu fiican oo ugu ajirka badan kow iyo toban ragcow, kow iyo toban ragco. Adna alkamaalna, kamaalka ama sida fiican meesha ugu yarna waa saddex ragco, saddex ragco adna alkamaal, meesha kamaalka ah ugu sarraysana waa kow iyo toban ragco in laga dhigo watarka. Wa thalaathu nawaafila, sunnooyin saddexana mu'akkadaatun, kuwa la adkeeyey. Saddex sunno waxaa jira
nabigu uu aad ummadda ugu booriyey salallahu wasalam wabaaraka calayhi salaatuleyli salaatuleylkiiu xilliga dambe xibinka dambe in lasoo kaco oo qofku naftiisa uu baro oo uu ku layliyo waa sunnadii uu nooga tegey nabigeena sala allahu calayhi wasalam waa midda ilaahayna uu ammaanay oo ilaahay uu yidhi tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajic yadcuuna rabbahum khawfa watamaca wamima razaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaa bima kaanuu yacmaluun. ilaahay wuxuu ammaanay dadka salaatuleylka tukada ayuu aayadaha ilaahay ku ammaanay oo ilaahay wuxuu leeyahay tatajaafaa junuubuhum can ilmadaajic yadcuuna rabbahum khawfa watamaca dhinacyadooda waxay ka fogaanayaan meelihii joodaryaashii iyo meelihii la seexan jiray iyadoo naftu joodariga ay jeceshahay ay naftii ka celinayaan ilaahay ridihiisa inay raadiyaan darteed yadcuuna rabbahum khawfan watamaca iyagoo rabbigood caabudaya cabsi ilaahay ay ka qabaan cadaabkiisa iyo damac ay damcayaan ilaahay naxariistiisa iyo jannadiisa ay damcayaan. ilaahay wuxuu yihi falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahu min qurati acyun naf ogaan kartaa ma jirto oo qiyaasi karta dadkaa salaatuleylka joogteynaya oo tukanaya wixii loo qariyey oo indhahooda ay ku qabaysan doonaan qof qiyaasi kartaa ma jirto waxa ay heli doonaan dadka noocaa sameeya. marka salaatuleylku nabigeennuna aada u daa'imi jiray salallahu wasalam wabaaraka calayhi xataa tatafadara qadamah ilaa labadiisa lugood ay ka bararaan ayuu nabigu taagnaan jiray salallahu wasalam wabaaraka calayhi. xadiiskii abu hureyra ee imaam muslim uu saxiixiisa ku warinayo su'ila nabiyu nabigaa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam ayu salaati afdalu bacda almaktuubati salaadaha la farad yeelay salaada ugu fadliga badan maxay tahay wa ayu siyaami afdalu bacda shahri ramadaan bisha ramadaanka bacdina soon la soomaya ugu fiican faqaala afdalu salaati bacda salaati almaktuuba assalaatu fii jawfi leyl salaadaha la farad yeelay salaada ku xigta xagga fadliga waa salaada xibinka habeenka dhexdiisa la tukanayo wa afdalu siyaami bacda shahri ramadaan soonka bisha ramadaanka bacdi la soomana waxaa ugu fadli badan siyaamu shahri illaahi almuxaram bisha muxaram la yihaaha bisha zakada aanu naqaano bishaas la soomo ayaa soonka ugu fadli badan markii ramadaanka laga soo tago wa salaatu duxaa salaada la yidhaaho salaatu duxada sunnooyinka uu nabigeenu sala allahu calayhi wasalam nagu booriyey oo qofka mutasaahil bidiinihi wabimaslaxati nafsihi aan ahayn oo diintiisa aan fududaysanayn naftiisa iyo maslaxadiisana aan fududaysanayn inuu laasimo ay muhim tahay waxaa ka mid a salaada la yidhaaho salaatu duxa. salaadan salaatu duxada la yidhaaha waqhtigeeda wuxuu soo galaa qoraxdu markay soo dhalato qoraxda markay soo dhalato markaasaa waqhtigeedu soo galaa ilaa waqhtigeedu wuxuu daa'im noqon ilaa duhurka laga gaaray duhurka intuusan dhalan qoraxduna ay soo baxdo inta u dhaxaysa waa tukan kartaa salaatu duxa. xadiiskii abu hureyra ee bukhaarigu uu warinayay ayaa abu hureyra wuxuu yidhi awsaanii khaliilii bithalaathin saaxiibkaygii oo nabiyullaahi maxamed uula jeedaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu igala dardaarmay saddex arrimood siyaami thalaathati ayaamin min kulli shahr bil kasta saddex maalmood inaan ka soomo wa ragcatayi duxa labada ragcoo salaatu duxada inaan tukado waan uu tira qabla an anaama intaanan seexan inaan salaada watarka tukadana uu igala dardaarmay nabiga sala allahu wasalam wabaraka calayh. wa salaatu taraawiixi salaada la yidhaaho salaadu taraawiixda salaadaha uu nabigeenu nagala dardaarmay sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa ka mid a salaadan la yidhaaho salaatu taraawiix. salaadu taraawiix waa salaad sanawi ah oo sanadkiiba uun mar la tukanayo bishaas ramadaanka bis kow iyo tobanka bilood oo kale lama tukado sanawi sanadkiiba maray imaanaya bisha ramadaanka bis ayaa la tukadaa salaadan salaadu taraawiixa ah nabigana sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii bukhaari uu warinayo wuxuu ku yidhi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi qofkii ramadaanka istaaga oo taraawiixdaas u istaaga rumayn ilaahay uu rumaysan yahay iyo ajir xisaabti uu ilaahay ajir ka xisaabsanayo gufira lahu maa taqadama min dembi waxaa loo dhaafaa wixii hormaray oo dembigiisa ah ayaa loogu dembi dhaafay. الله سبحانه وتعالى